مساء الخير على كل حبايبي ومتابعين. انا هنا القط بتاعي حبيب قلبي كسبر، كنت زعلان منه بقالي يومين ومخصمه، وقررت اصالحه النهارده. فلو تاخدوا بالكم كل ما اجي ابعده هو مش راضي، يعني مش عايز يسيبني. كل ما اجي ابعده الاقيه جالي تاني كذا مره. بص هتاخدوا بالكم ابعده الاقيه بيرجع لي تاني. صعب عليا قوي، قررت ان انا ما خصموش. يعني انا خصمته عشان بهدل الاوضه عندي. دلوقتي هاجي ابعده عني وهتلاقوه بيرجع تاني، وعايز يعني زي ما يكون بيعاتبني، يعني ما تخصمنيش تاني. انا بعشق حاجه اسمها كلاب وقطط بجد، يعني الحيوانات دي بحس ان هي نعمه من عند ربنا لينا. يعني هسيبكم بقى تنبسطوا مع الفيديو. مع السلامه.